القرار المعلن، وحتى رئيس الحكومة كيف تكلم قال انه تنحية المحافظ بنك المركزي مسألة واردة. حتى أنا شوف اللي نعرفه اللي قلت لك، اولا في معاملاتنا الرسمية وعمل اليومي مع الحكومة ما عنديش شعر انه فما اشكال. معاملاتنا مع اجتماعات الحكومة، مع السيد وزير المالية، مع الوزارات الأخرين، تعامل عادي وتنسيق متواصل، ولذلك ليس فما هناك إشكاليات على محتوى السياسة أو على العمل العادي. هذا النقطة الهامة. لذلك إذا كان فما ناس تقول هذا، هذا من طرف يعني المزايدات. لكن في نفس الوقت نشوف أنه فما الكثير من المقالات والكثير من الأشخاص اللي قاعدين دائما يدخلوا في الشكوك ويخلقوا في المشاكل. أنا نقول ربما نسبة هامة من اللي قاعد ينسوا فيه هو من مفبرك من طرف بعض الأشخاص لأسباب ربما مش لازم نتحدث فيها، سواء من اللي عندهم داخلين في الفساد وعندهم مشكلة مع المحافظ البنك المركزي، أو اللي عندهم الأشخاص اللي عندهم ربما أسباب شخصية، عندهم طموحات شخصية إلى غير ذلك، هما يخلقوا في الجو هذا. أنا النسبة كبيرة من اللي قاعد نشوفوه هو مفبرك ومخلوق من طرف أشخاص اللي عندهم مصالح شخصية. البقية ما نعرفش، لا البقية إذا كان فما أسباب أخرى ما نعرفش.